السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم. عواشر مباركه، الله يدخل عليكم هاد الشهيه ان شاء الله بخير وبالصحه والرزق ان شاء الله والشفاء لكل مريض يا رب. بغيت نقدم معكم السفوف بقدوم ديال رمضان ان شاء الله. السفوف اقتصادي وسهل وكيجي بنين وغزال وما كنكثروش فيه المقادير ولا القسم الا غزال. تابعوا الفيديو حتى الاخير فيه جميع المراحل. هنا البنات الطحين كنحمرو انا هنا هكا في كوكروت، كيجيني حسن. كتحمريه على لو لي بغيتي، هو في الفران صراحه ديال الله ديال الزنقه كيجي زوينين. كيهنيك نتا مع راه العذاب، انما ديما حداش الفران ممكن ايه، اللي ما بغاش الفران ولا شي حاجه ممكن يحمر بهذه الطريقه. هذه هنايا راه عندي كيتحمر ليا خاصكم صافي. من بعد ما حمرت الطحين ساليتو غادي ندوز نوريكم الطريقه ديال اللوز كيفاش درت ليه ما قليتوش. انا البنات هنايا عندي هنا اللوز، طحنت الطحنه الاولى ونسيت ما صورتوش معكم. عندي هنا اللوز البنات حمرته في الفران ما قليتوش في الزيت. عندي هنا اللوز محمر في الفران، ها هي اللاطه مازال يلا نسفت منها باش تعرفوا بانه راه ما مقليش. ها نتوما البنات حمرته في الفران، طحنت انايا عندي هنا تقريبا كيلو وشي شويه، تقريبا كيلو وشي كاس، المهم كيلو ديال اللوز. مازال غادي نوريكم، حنا طحنت معاه كاس ديال سنيده، انا غادي نوريكم طحنت بهذا الكاس هذا، عبرت بهذا الكاس هذا. دابا غادي ندير غير نص ديال الكاس باش ما يجينيش حلو، وغادي نطحن. كنعتذر البنات على الصوت ديال الصداع برا الزنقه. هنا البنات ها نتوما خديت هاد المسكه الحره بخمسة دراهم، خديت هذا روح الزهر بخمسة دراهم هي 10 دراهم، وخديت 3 دراهم ديال حبه حلاوه. اوبس تحلات ليا. ها هي 3 دراهم ديال النافع، يعني هادو كاملين 16 درهم كافيني. هادشي تبارك الله غادي يوفي. حبه حلاوه ما غنديرهاش كامل، النافع اللي غنديرو كامل. دابا غادي ننقيهم مزيان وغادي نغربل لهم، بعدا يحيد منهم داك الحص داك الحجر وداك الشيء، وغادي ننقيهم وغادي حيت هذا النافع وحبه حلاوه ما خاصهمش يتغسلوا، الا تغسلوا كيمشي المذاق ديالهم. غادي نغربلهم تحيد منهم داك الحجر ولا داك التراب، وغادي ننقيهم مزيان وغادي نمسحهم بواحد الشيفون مزيان مزيان مزيان، وغادي نديرهم في الشمس. ما غاديش نسهر، انا عندي الشمس في الدار يعني بحال سهرتي في البوطه، واحسن حاجه يسخنوا يسخنوا هكا طبيعي ماشي بالبوطه وداك الشيء بحال كيتغير لهم اللون. المهم صافي انتما معايا تشوفوني كيفاش غادي نصايبهم. نبداو على بركه الله. عندي هنايا زلافه ديال السكر كلاصي، عندي زلافه ديال زيت المائده، عندي زلافه ديال الزنجلة منقي ومحمر، عندي هذه روح ديال المزهر والمسكه الحره، وعندي هذا حبه حلاوه. عندي هنايا تقريبا جوج معالق كبار اونص ديال حبه حلاوه، عندي هنا الزبده النباتيه الزبده حيوانيه عفوا البنات، عندي هنايا النافع مطحون حتى هو تقريبا 3 المعالق كبار، 3 المعالق كبار ديال القرفه. عندي اللوز هنايا قليته سختو في الماء وقليته،
زي خليتو تنشف وقليتو. عندي هنايا الزنجلان، كيلو ديال الزنجلان مطحون محمر ومطحون، عندي كيلو ديال اللوز حمرته في الفران بالقشره ديالو وطحنته، عندي هنا 2 كيلو ونص ديال الفرس رطب محمر او ومغربل. دابا غادي ندوزو البنات، غادي نسخن الزيت وغادي ندوب الزبده وغادي نرجع معكم في التخلاط. نبداو على بركه الله. هنا غادي نديرو هذا الطحين مغربل، واخا انا عندي مغربل، انا غادي ندير البنات بانيو كبير باش يتخلط ليا هاد الزفوف مزيان. غادي نزيد كيلو ديال الزنجلان، غادي نزيد هاد كيلو ديال اللوز. من اللوز علقتو شويه باش يعاونني في التخلاط باش ما نطيحش في داك المشكل ديال انك كديري ليدام بزاف ومن بعد كيرجع السفوف طالق ليدام ديالك. نجيب معلقه ونرجع معاكم. عندي هنايا نافع، غادي نضيف 2 معلقات كبار ومن مزيان، 2 معالق ديال حبات حلاوه، قرفه، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، غادي نزيد غير نص يعني 2 معالق ونص ديال القرفه. هنا نسيت قبيله ما ريتكمش الكوزه، ضروري كوزه وحده غير وحده البنات، ها هي هنا فين طحنتها مزيان، وهذه المسكه الحره. عندي فود نفس السكر كلاصي، يمكن لكم تضيفوا العسل، انا غادي نضيف غير واحد 3 ديال المعالق، نضيف واحد 5 ديال المعالق حيت اللوز طحنته بالسكر. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، ديك الساعه غادي نذوق. كلكم تعوضوه بالعسل، اللي ما عندوش العسل يدير السكر كلاصي. عندي هنا روح ديال المزهر، عندي هنا زنجلان زلافة محمرة منقي ومحمر، هذا هكا غادي نديرو حب، نضيف هاد روح المزهر، نخلط النواشف مزيان عاد نضيف الزبدة. كنتمنى البنات يكون كيبان لكم الطريقه ديال التخلاط، طريقه سهله وبسيطه، غير هو كيجي شويه اقتصادي. دابا نيت مع الازمه كلشي غلا، حنا مولفين، حنا المغاربه مولفين دائما في رمضان، ضروري نديرو هادشي وقا غير نشمو الريحه، نخلطو مزيان نرملو مزيان ونرجع معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا البنات عندي ديك الزلافه من بعد ما ذوبتها مزيان كيرجع اللون ديالها هكا، نضيفها
غادي نزيد عليها ديك الزلافه ديال الزيت، غادي نخلط مزيان. الا بان ليا راه ناشف غادي نزيد شويه ديال الزبده والزيت، بان ليا هو هذا صافي غادي نخلط. الصفوف ديالي ومن بعد ما خلطته جا زوين، جا غزال البنات، كنتمنى تجربوه. شوفوا البنات الصفوف جا غزال، ما نقولش لكم كي جا في المذاق، اقسم بالله انا اول مره كنخلط الصفوف او سلو، اول مره كنخلطو، اقسم بالله جا خطير في المذاق، جا غزال وتبارك الله عطى واحد الكميه اللي تبارك الله وفيره. وكنتمنى بنا تجربوه، وراه اقتصادي ماشي غالي بزاف، وان شاء الله عواشر مباركه، ان شاء الله يدخلها لكم الصحه والسلامه، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي.